بسم الله بسم الله. ربنا اجعلنا من الدعاة إلى التوحيد بكل صدق وأمان يا ربنا يا عظيم الشأن. وعجب أنا أشير وأمضي إلى آية تالية. وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. الحقيقة مش خاصة بنبينا عليه السلام فقط، الأنبياء جميعا عملوا من طرف هؤلاء الأنذال اللي أهل الخصة وأهل المذلة. من لم يلتفت أحد من الكفار إلى فكرة أن ممكن هذا الرسول حقيقي، تعالوا نأخذ منه ونتحرى فيما يقول. هما ما عملوش هذا لأنه مغرورين، كنا وما يعرفوا كان التصدي لكلمة الحق اللي تقول أن الله واحد وأن الرسول سبحانه وتعالى وأن الرسول الكرام لا يحق لهم عليهم السلام أن يأسوا من ذواتهم ما يدعون أنه رسالة من الرحمن. نعود إن شاء الله تعالى.